مباراة بيراميدز والاهلي شهدت طاقم التحكيم الرابع الاجنبي للبطولات المصريه السنه دي، سواء في كل البطولات سواء كاس الرابطه او كاس مصر او الدوري المصري. ثالث طاقم اسباني. هنتكلم برضو، انا بكلمك على الحالتين المهمين في المباراه. في الدقيقه 45 مطالبه لاعبي الاهلي بكارت احمر في لعبه احمد توفيق، بنتكلم في لعبه اللي هي بنتكلم عشان بس جمهورنا يبقى فاهم معانا، الفرصه المحققه لتسجيل هدف اللي بتستحق كارت الاحمر لازم يتوفر فيها اربع عناصر كابتن كريم. العنصر الاول اللي هو المسافه، مسافه اللاعب بالنسبه للايكون والمسافه موجوده. لو في عنصر من العناصر الاربعه اللي بقول عليها دوت ما توفرتش بننزل من الكارت الاحمر للكارت الاصفر. العنصر الاول مسافه، المسافه موجوده للجون. العنصر الثاني عدد المدافعين، يعني حد مغطي من المدافعين ولا لا، هو الراجل كان رايح للجون على طول مباشره. العنصر الثالث برضو كان موجود اللي هو احنا قلنا عدد المدافعين، قلنا المسافه. العنصر الثالث اللي هو السيطره والسيطره المستقبليه، دي اللي ما كانش موجود. لكن في عنصر رابع موجود، احنا بنتكلم السيطره والسيطره المستقبليه اللي نزل من الكارت الاحمر الكارت الاصفر، هو السيطره مش موجوده او السيطره المستقبليه مش موجوده، الكره كانت في الطريق لسه. وكان حارس المرمى هيبقى اقرب للكره من مهاجم النادي الاهلي، وبالتالي القرار الصحيح نزول من الكارت الاحمر كارت اصفر، وكان قرار حكم سليم بكارت اصفر مش كارت احمر، والفار رجع اللعبه واكد القرار السليم ان هي كارت اصفر مش كارت احمر. دي بالنسبه للعبه دي. في الدقيقه 47 بقى احمد توفيق خد الانذار، في الدقيقه 45 دخل بتهور واضح على لاعب النادي الاهلي كان يستحق الانذار الثاني والطرد. الانذار الثاني ما بتدخلش فيه الفار، وبالتالي ده كان قرار حكم وخطا حكم، ما احتسبش الانذار الثاني والطرد. لكن غير كده كريم في المباراه بنتكلم على تحكيم سهل، تحكيم ما فيش فيه مشكله، ما فيش حاجه مؤثره في المباراه نتكلم عليها. لكن انا بكلمك على لقطتين، في الدقيقه 45 انذار صحيح، وفي الدقيقه 47 كان في انذار مستحق لاحمد توفيق، الانذار الثاني بس عشان جميل الاهلي بس ما هتزعل، ما هو الطرد ده كابتن جهاد، الطرد ده يبقى خطا مؤثر يعني ما... لا خطا يعني خطا مؤثر هكلمك انا. بص هو خطا وخطا مؤثر بس انا بتكلم على الخطا المؤثر الكبير، مثلا ركله جزاء لم تحتسب هدف صحيح داخل ومحتسب، انا بتكلم على الخطا المؤثر الكبير. طبعا الطرد يفرق في وقت في بدايه شوط في نهايه شوط وشوط كامل هتلعب فريق ناقص هيفرق طبعا في الكلام، لكن بنتكلم برضه حتى لو حكم مصري بنتكلم ان الطرد مش هو الخطا الكبير المؤثر في مباراه زي ديت، بس بنتكلم ان هو خطا موجود وحكم اخطا في الانذار الثاني وكان انذار مستحق للاعب النادي بيراميدز. بالتاكيد كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.